هل فعلا الجزائر رشحت نفسها وبإصرار على تنظيم لقاء قمة الجامعة العربية بالجزائر من أجل تمرير أهداف ما بخصوص علاقتها بالمغرب؟ هناك شيئان أولهما وهو تدخل الجامعة العربية في قلب القمة الجزائرية العربية للصلح بين المغرب والجزائر لتعلن الأخير عن عودة العلاقة المغربية الجزائرية بواسطة الجامعة العربية، وإما شيء ثاني وهو الإعلان عن الحرب في المنطقة مع جارتها المغرب، وهذا مستبعد لأن الجزائر لا تقوى على مجابهة المغرب عسكريا ولا اقتصاديا ولا في أي مجال آخر، لأن المغرب تقدم بسنوات ضوئية عن إفريقيا وليس عن الجزائر وحدها وبشهادة العالم الاقتصادي. ولا تنسوا بأن المغرب أغزى إفريقيا بمشاريع ثقيلة وكثيرة. المهم، قلنا بأن الجزائر لا تقوى على المغرب عسكريا لأن الجيش المغربي متكون وقوي من جميع النواحي زيادة على كل هذا، فالجيش المغربي يدافع عن وحدة أراضيه، لذا سينصرنا الله إن شاء الله ما دمنا أصحاب حق. خلاصة استضافة القمة العربية بالجزائر.